عند إجراء أي انتخابات يبحث المرشحون عن تحسين صورتهم لدى المصوتين، فمنهم من يبحث عن البرنامج الانتخابي القوي، ومن يبحث عن تقديم خدمات لأهل بلدته، وآخر يهتم بالمؤتمرات والندوات. وبالفعل هذا ما حدث في انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة، والتي تصدرت حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليس لأنها صاحبة أقل نسبة مشاركة منذ عام 2003، أو أن الكتلة الصدرية صاحبة النصيب الأكبر في البرلمان العراقي الجديد، بل انصب اهتمام المستخدمين على فيديو انتشر بقوة لمرشح عراقي قرر أن ينتقم من خسارته في السباق البرلماني عن طريق إزالة أسفلت الطريق الذي كان قد مهده لأهل بلدته قبل الانتخابات. فلنتابع الفيديو ونعود إليكم. الفيديو أثار سخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وبداية التغريدات مع بكر حيث غرد وقال: الأمر لم يتوقف عند الأسفلت، حتى محولات الكهرباء اتسحبت بعد انتهاء الانتخابات. أما محمود فغرد وقال: يجب أن تحاسب الدولة هذا المرشح، مصيره السجن. بينما مريم غردت وقالت: المرشحين لا يبحثون عن مصلحة البلاد، هم يبحثون عن مصلحتهم الشخصية وكرسي البرلمان فقط. شاركنا برأيك بأغرب المواقف واللقطات التي شاهدتها للمرشحين السياسيين في بلادك.